ضيفتنا اليوم حاصلة على المركز الرابع عالميا في صناعة الرسوم المتحركة، حيث أبدعت في إخراج أفلام الكرتون والأفلام الوثائقية وحصلت على العديد من الجوائز. أكيد يسعدنا هنا في سيدتي أن تكون اليوم معانا لتحدثنا عن هذا المجال المبدع والساحر واللي جدا مهم في بناء شخصية الطفل. إيناس يعقوب، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، تشرفت فيكم. والله احنا اللي جدا مبسوطين، واكيد يعني اليوم راح نسمع منك اكثر واكثر، لانه يمكن عالم الكرتون او افلام الكرتون حتى واحنا كبار نحبه، ونبغى نعرف كيف يتم يعني اخراج هذا الكرتون وكيف التفاصيل. لكن في البدايه خلينا نتكلم استاذه ايناس، انتقالك من مجال الطب الى الاخراج، يعني ايش المكس الجميل هذا، كيف صار؟ شوفي هقول لك شيء، هو المفروض انه اول شيء انا برحب فيكم، انا اللي ارحب فيكم حبيبتي. وانا سعيده ان انا موجوده في سيدتي اليوم، ومن البرامج المهمه واللي انا بتابعها بعد. بخصوص الانتقاليه الكبيره هذه في حياتي، انا ما انتقلت كثير، بس تدرين بطبيعه الحال دائما الانسان يعني لما يكون عند اهله هو في اشياء كثير هو مسير غير مخير، بحكم ان الاهل يخافوا على اولادهم ويعني يبغوهم انهم يكونوا احسن شيء. انا ما رحت كثير لانه الاهتمام بالطفل بعد هو اختصاص اطفال، اهتمامي بالطفل للحين هو موجود. فلقيت انه الرسوم المتحركه هي البوابه الكبيره على العالم، ما هي بوابه بس على باب مستشفى او باب بوابه على باب مركز او شيء، ان هي بوابه كبيره على العالم كله. والحمد لله يعني حاولت ان انا ابدع فيها، ودرست بعد درست الـ 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 يعني المجال ده، عشان بعد لازم اكون بعد على درايه كبيره بكل تفاصيل الاعمال. صحيح. طيب ايناس خليني اسالك، وش جديدك؟ جديدي؟ يعني احنا قبل شوي يمكن قبل الهواء تكلمنا شوي بس ما مدعنا، عاد طلعنا هواء. ايه فالحين خذي راحتك. شوفي انا الحين عندي عمل في منصه في شاهد، عندي عمل اسمه عالم جلوبال ملون. هذا عمل حقق بعد توب 5 مشاهده، وعمل جدا رائع للاطفال، طبعا من اعمار 3 سنوات. طبعا هذا العمر 3 سنوات شويه في صح. الاعمال العربيه شويه مقله فيه، دائما كلها اعمال اجنبيه. طبعا يعني سوى اصداء عالميه مو بس عربيه، والحمد لله يعني شيء زين. وفي ان شاء الله عندي في رمضان عمل اسمه سر الكهف، هذا العمل راح يكون فريد من نوعه، وهي بالنسبه لي انا تجربه ويعني انتقال من مكان لمكان اخر 180 درجه، وفي صعوبه وعندي توتر طول الوقت، انه ان شاء الله يا رب العمل يطلع بالمستوى المطلوب واللي يعني يحظى بمشاهدات حلوه ان شاء الله. ان شاء الله. إيناس أنت رحتي لمجال، أعتقد اخترت مجال جدا مهم بس جدا صعب في نفس الوقت، الاستحواذ على انتباه الطفل، جذب الطفل أصبح صعب في فترة التنافس فيها شديد والتنوع فيها شديد والسهولة فيها شديدة، في منصات كثيرة تطرح الصالح والطالح. كيف قدرتي أو كيف خطتك أنك تصنع المساحة اللي أنت ترتضيها في هذا المجال؟ شوفي هي صعوبة هذا المجال هي فعلا صعوبة، مو صعوبة العمل، هو صعوبة التقدير للأعمال هذه، خصوصا لما تكون عربية ما فيها أي صعوبة، بس إحنا نحتاج شوية تقدير لها وشوية إيمان بالطاقات العربية إن هي تصنع محتوى عربي عالمي. إحنا ما قاعدين نقول عربي بس، إحنا قاعدين نقول عربي عالمي. صح. هذا طموح كبير. إحنا عندنا كل الإمكانيات، حتى القصص الخاصة فينا هي قصص اوريدي، كمان العالم الغربي قاعد ياخذ من عندنا قصص، يعني مثلا قنديل الحكايات حصل بعد نسبة مشاهدة عالية، وعلى 2 سيزون، على موسمين، رمضان اللي فات ورمضان اللي قبله، وموجود بعد في روتانا. العمل هذا لما احنا نجي نتكلم عليه على القصص اللي موجودة فيه والنوادر العربية والفانتازيا اللي فيه، يعني شيء يعني منفرد من نوعه، بدليل انه انعرض في التلفزيون الرسمي الكوري، بدليل انه هو انعرض في منصات في الصين، بدليل انه هو انعرض مثلا في امريكا، يعني هذا دليل انه احنا الاعمال حقتنا هي اعمال على مستوى عربي عالمي. انا شويه عندي موضوع العربي، شويه عندي عنصريه عربيه، يعني
كبيرة، بس أنه أطمح يعني أنه العالم كله طبعا لازم يتفرج علينا. طبعاً. الإنسان لما يكون هو متمسك بهويته يحب يتفاخر ويتباهى أنه هو الناس اللي برا يتكلمون عنهم، لأنه إحنا قاعدين نتكلم كمان عنهم، والله طبعاً. المخرج الفلاني مدري من وين، صح. من فرنسا، المخرج الكوري، المخرج إحنا قاعدين نتكلم عنهم، إحنا كمان نحتاج أنه هم يتكلمون عنا، لأن إحنا صح. ما في عندنا شيء ينقصنا أبداً. صح. وتصدقين عاد أستاذة إيناس، أنا يمكن أتفق معاك الكثير. أنت قلتي نقطة جدا مهمة، اللي هي الواحد لما يتمسك بعاداته بتقاليده، بالرغم من التطور، بالرغم من الإنجازات، بالرغم أنه إحنا نوصلها حتى للعالمية، لكن الشخص اللي دائما يتمسك بعاداته وتقاليده ويفتخر فيها، الناس تحترم، صح. الناس تقدره، الناس التفت له، الناس تقول هذا بالرغم من كل شيء وهو متمسك. فأنا أحيي فيك هذا الشيء وهذا الفكر. أقول لك بس على شيء، هذا التقدير اللي تتكلمين عنه، الناس تحيي والناس إن هي تحترم وكذا، من وين راح يجيبوه؟ راح لازم نعم. يجيبوه من أصحاب القرار. إذا أصحاب القرار هم يعني يعملون المبادرات حقتهم إنه هم يهتمون بالصناع هذول، أكيد الناس هتكون هيكون توجهها لدا الموضوع طبعاً. بس كون إن العمل ينزل مثلا وما في عليه good advertise، ما في إشادة من الوزير الفلاني أو من المسؤول الفلاني أو من ده، الناس كيف راح تجذب مشاهدة؟ كيف راح تعرف؟ صحيح صحيح. وبهذا الخصوص بالتحديد أنا دائما أقول الطفل والأطفال بشكل عام جمهور صعب. أيه طبعاً. جمهور ما يجاملك، صح. على السجية دائما ما يقول لك الحقيقي، عجبني عجبني، ما عجبني بيقول لك ما عجبني، ما أيه. راح يجاملك، صح. ولا راح يجاملنا. فأنت كيف قاعدة توصلين لهم، كيف توصلين لهم فكرتك بطريقتهم بأسلوبهم، خصوصا الجيل هذا يمكن اللي الآن احنا نحكي عنه جيل كمان متفتح العالم، ممكن يقارن عملك بعمل ثاني يقول لا أنا صح. الكرتون الفلاني عجبني، الكرتون الفلاني ما عجبني، لأن واحد اثنين ثلاثة ممكن يناقشك فيه، صح. فأنت كيف قاعدة توصلين لهم اليوم؟ شوفي أنا هقول لك شيء، طبعا في كل الأعمال في معايير، وهذه المعايير لازم أنت تدمجيها مع طفل اليوم، صح. لازم تعطيه كل الطاقة إن هو يحافظ على العادات والتقاليد وعلى الثقافة، حلو. وفي نفس الوقت أنت ما تستخفين بعقليته وانفتاحه، لازم تدخلي له بعد الفانتازيا في الموضوع، صح. لازم تدخلي الإبداع في الموضوع. شوفي علشان تقدرين توصلين هذا الشيء، أنت لازم تعملين ريبليسمنت لشيء، يعني لازم يعني تحطين شيء مكان شيء، صح. شنو هو؟ بدل العنف، بدل الطخ والطيخ والمناقزة والأشياء ذي، شنو تسوين؟ على الأقل أنت تخليه ينشغل في شنو؟ ينشغل في أنه هو يفكر في الأحجيات، تعطي له عامل الجذب، ولما يكون العمل فيه تفكير كثير، هذا التفكير يخليه يركز أكثر، يخليه يحب العمل أكثر، يخليه يبغى يتابع بكرة شنو راح يصير، عقب شنو راح يصير. فهذه جدا مهمة. فطبعا استخدام التقنيات بعد مهم، بس لازم نلعبها بطريقة صح، لازم نلعبها بطريقة إيجابية. وطريقة الجذب يعني ما راح أقولها كاملة، لأنه كل مخرج له طريقة يعني له أسراره في عمله علشان يتميز، فأكيد ما راح أقول لكم. طبعاً أكيد إحنا نحترم هذا الشيء أكيد. لا بالعكس، لا. بالعكس أنا أقولها في كل مكان. العمل الأخير طالما طبعاً. الطفل شافه واستمتع فيه، أكيد إن الكبار راح يشوفونه يستمتعون فيه، صح. يعني أنا إلى اليوم وأنا أتفرج على كرتون، يعني ما أدري عنكم بنات تفرج. أنا أتفرج على كرتون أنا وأستمتع جداً. لوحظ في أعمالك أن أنت تهتمي دائما بالأعمال نوعا ما الدينية، في أطروحاتك تطرح الجوانب الدينية، هل لك هدف معين ولا أنت وجدتي مثلا فراغ في هذا الطرح للطفل فقررتي أنت تعبيه؟ لا شو هو موجود، ترى على فكرة موجود. شفت كيف تميز العمل الديني؟ ليش تميز؟ لأنه هو تناول إطار غير عادي، صح. تناول إطار خارج الصندوق. يعني لو تشوفي كم الأعمال اللي موجودة دينية في كثير، بس شفتي كيف لفتة النظر حقت الأعمال الدينية اللي سويتها، مثلا نفس رجال حول الرسول، موسم الأول، موسم الثاني، عندك باسمك اللهم، كلها قصص تتناول أشياء معينة. بس شوفي قنديل الحكايات مثلا، أو ابن بطوطة، أو مثلا سر الكهف الحين في رمضان 2020 إن شاء الله، تناولت الدين بطريقة ثانية،
تناولت الدين بطريقة مبطنة، أنت ما تقدرين ترغمين الطفل على شيء وترهبينه بالدين وتقولي له انه الدين لازم تسوي زي كذا وقتل ومدري شنو ودم والسيف هذه كلها اشياء انا شايفه ان هي تولز مو صح وادوات فعلا خاطئه صحيح. انك انت يعني تخليه على الاقل انه يقلد، انا احتاج التقليد لان احنا لما كنا صغار كنا نقلد طبعا، كل واحده فينا كانت عندها سالي البنت المنكسرة، كل واحدة فينا صارت منكسرة، الشريرة صارت تاخذ نفسها ان هي مغرورة، في عندك رسوم متحركة كثير احنا كنا تربينا عليها لان كنا نقلد، انا ابغى التقليد يكون موجود بس بالطريقة الصح. طيب خليني اسالك ايناس، يعني ايش تشوفين او هل تشوفين في فرق بين عقلية الطفل العربي وعقلية الطفل الغربي من ناحية الافلام الموجهة؟ لا ما في، بس هم يهتموا اكثر بالمبادئ اللي تناسبهم صح. ما في فرق، بس احنا عندنا هذه فجوه كبيره انه احنا لازم نهتم بالمبادئ اللي تناسب اللي تناسبنا وعلى فكره هي تناسبهم هي تناسبهم 100%. ليش؟ لانه احنا الدين الاسلامي دين يعني محتضن كل الاديان وعندنا الخطوط الحمراء في صح. التربيه هي خطوط كل العالم صح. بيستخدمها بالضبط. بس هم ما عندهم هذا الشيء، هم عندهم سايت معين، والمشكله انه هذا السايت احنا اللي قاعدين ناخذه، احنا قاعدين انه نطور انفسنا في الطريقه اللي احنا المفروض نوجه فيها ابنائنا صحيح. وعلى فكره ترى لو ما كان اللي احنا قاعدين نسويه العالم الغربي ياخذه ويخلي ابنائه يتفرجون عليه هذا دليل كبير انه احنا اوريدي وصلنا لعقليه الطفل الغربي صح. طب ليش برايك الان يمكن كثير من الاشخاص تقول او تهاجم خلينا نقول الكرتون اليوم سواء عربي او غير عربي، المحتوى محتوى الطفل بشكل عام مهاجم اليوم، يقول لك هذا يفسد الطفل، يفسد افكاره بشكل عام، يعني كثير ناس تقول لك وين ايام افلام كرتون حقتنا زمان زي ما تفضلتي قبل شوي، سالي وليدي وكابتن ماجد والصياد الصغير والى اخره، كانت بريئه خاليه من يعني الايحاءات الغريبه، فاليوم فعليا افتح على بعض القنوات يتكلمون عربي، انا عارفه انها هي مش عربيه لكن مدبلجه، لكن صراحه غريبه، انا استغرب لما الاطفال او الامهات يسمحون لاطفالهم يتفرجون على بعض المحتوى، لكن ايش ممكن يكون ردك على الاهالي اللي ممكن يهاجمون الكرتون اليوم؟ لا شوفي هو المفروض ما يتهاجم، احنا الحين لازم يكون عندنا الرقابه احسن، انت ما تهاجمين الاهل ولا تهاجمين الطفل، هو المجال مفتوح للكل، ما تقدرين تجودين احد قاعدين تقول لا تتفرج، ما تقدرين، بس انا عندي يعني ملاحظه ومو ملاحظه، عندي تعليق كبير ودائما انا اقوله، استخدام تقنيه الرسوم المتحركه للكبار هذه انا ما احبها نهائيا، لانه بطبيعه الحال هذا شيء خاص بالطفل، لما احنا نجي نسوي رسوم متحركه حقت الكبار وفيها سخريه وفيها ابتذال وفي اشياء كثير، احنا كذا بنشتت بعد الطفل انه احنا استخدمنا التولز اللي خاصه فيه اوكي، وانه عشان الكبار يضحكون هذا الشيء غلط، بس انه الغلط مو على الاهل، انا اقول في بعض الرقابات هي اللي فيها هذه المشكله. صح. طيب احنا تكلمنا كثير عن اعمالك في مجال الرسوم المتحركه، ولكن كمان انت لك اعمال في المجال الافلام الوثائقيه. اي صح. فلو تكلمينا عن هذا الجانب. شوفي المجال هذا انا صراحه يعني انا اعشقه واحس انه هو يمثلني بصوره اكبر. بس المشكله انه دائما البرامج الوثائقيه اللي تتكلم في قضايا الطفل، قضايا المجتمع، لانه هي شوي تاخذ الحين في هذه المرحلة يعني آخر 10 سنوات أو آخر 15 سنة أخذت طابع النقد التحول السياسي، وأنا ما أحب أنه الطفل يستخدم سياسيا نهائيا، ما أحب، يعني هو شيء هذا أمانة، هو الطفل جاي أمانة، طفل فترة غرس مبادئ وغرس أمور مو أنه موضوع سياسة. فأنت لما تيجي تعملين ديكومنتري فعلا يتكلم عن الأطفال وتكلم عن المجتمع وقضاياهم وكذا ويروح في طابع النقد للسياسة، هذا الشيء يعني أنا صراحة يعورني، لأنه مو حلو أكون أنا صانعة شيء تستخدم بطريقة غلط.
فأنا بالعكس أنا أفتخر بكل الأعمال اللي أنا سويتها والحمد لله حظت على جوائز حلوة يعني في مهرجانات دولية، بس أنا ما أفكر أن أنا أرجع له مرة تانية، راجع له بطريقة غير، أنه أسوي مثلا وثائقيات فيها علم ومعرفة. جميل. وثائقيات أن إحنا مثلا عندي برنامج اسمه في خلقه الشؤون، تكلمت فيه عن النباتات والحشرات في القرآن، فايدتها ومضراتها، وكان في السياق حلو 20 دقيقة، وبعد حصل نسبة مشاهدة يعني زينة في رمضان اللي فات، وعندنا السيزون الثاني إن شاء الله في رمضان الجاي حاولت أن أنا أدخل أشياء ثانية، وهو بعد يعني جاذب بعد للأطفال والناشئة. والله مبدعة يا إيناس، نتمنى لك دائما استمرار الإبداع وكل التوفيق وشكرا لوجودك معنا. بالعكس أنا اللي سعيدة أنه أنتم موجودين معايا، وحبيت يعني حتى أنتم اهتمامكم بالموضوع يعني اهتمام صراحة غير عادي، وأنا فخورة أن أنا موجودة معاكم وشكرا لكم. حبيبتي إيناس هذا واجبنا، يعطيك العافية. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لكم. بعد الفاصل، هل تغييب المشاعر والعاطفة في علاقات العمل يعتبر تعامل مهني؟